يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حكم السكران في الخطأ كحكم الصبي والمجنون، أي أن عمده خطأ؟ السكران على قسمين، سكران بغير اختياره، ما درى أو أكره على المسكر فهذا لا يؤاخذ، وأما إذا كان باختياره هو الذي شرب الخمر ويعلم أنه مسكر فهذا لا يسقط عنه، لا يسقط عنه الحد ولا يسقط عنه الجناية التي يرتكبها. نعم.